معي جورج قرداحي النجم جورج قرداحي هو بيكون الامسي بالسكند وورلد هيلث كير كونغرس ميدل ايست. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله شكرا. احنا كثير مبسوطين انك معنا بالمؤتمر. وانا كمان سعيد انه شارك بهالمؤتمر العالمي هذا، المؤتمر الهام اللي فعلا هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط. كيف كانت تجربتك؟ تجربتي جميلة لأنه بتعرف في هذا مؤتمر له علاقة بالطب، له علاقة بالصحة، له علاقة بالرعاية الصحية. لأول مرة بيتسنى لي فرصة أنه شارك بهكذا مؤتمر، بقى وجدت أنه في فائدة كبيرة جدا من خلال المحاضرات اللي عم تبعها، من خلال هالأفكار اللي عم يحملوها الخبراء الأجانب اللي جايين عم يشاركوا بهالمؤتمر. بقى مشاركتي بعتبرها كثير مفيدة على الصعيد الشخصي، عدا أنه مثلاً ما قدمته أنا لهذا المؤتمر، أنه وجودي وتقديمي لهذا المؤتمر، بس أهم شيء أنه أنا استفدت من المؤتمر. فعلاً إحنا تحدثنا مع كثير من الدكاترة والعلماء الموجودين، وفي ابتكارات لو صحيح. بتوصل للميدل إيست وأبوظبي وكل الميدل إيست بتجنن يعني. بدي أثني على دور أبوظبي، لأنه أبوظبي عم تثبت دورها الريادي في مجال البحث العلمي وفي مجال التطور وفي مجال الحداثة. يعني هكذا مؤتمر يجعل من أبوظبي عاصمة، عاصمة للعلم، عاصمة للتقنيات، عاصمة لتبادل الأفكار، لتلاقح الأفكار. يعني تصوري كل هالخبرات الكبيرة اللي عم تجينا من الغرب عم تجي إلى هذا الشرق، عم تجي تقدمها تعرضها هنا في أبوظبي حتى تنتشر من أبوظبي إلى الشرق الأوسط. نعم. تعرفي عنوان هذا المؤتمر هو المؤتمر العالمي للرعاية الصحية في الشرق الأوسط. بقى كتير جميل أنه ناخد خبرة الأجانب اللي سبقونا بسنوات وسبقونا بأطوار بعيدة، ناخد هذه الخبرة نبرمجها في منطقتنا ثم ننشرها في منطقتنا من أجل خدمة المواطن العربي في الشرق الأوسط. الحلو اللي عم نشوفه انه مش بس عندهم ابتكارات وافكار، عندهم ابتكارات وافكار وبدهم يعطوا بدهم يعطونا الفرصه نطبقها بطريقه بتناسب المجتمع والتقاليد. نعم. فهذا شيء كثير مهم. هذا نعم كثير مهم وكثير مفيد، كما قلت لك كثير مفيد للمواطن العربي في الشرق الاوسط. وشو بتخبرنا عن مشاريعك اللي عم تشتغل عليها؟ والله انا ما زلت في مجال التلفزيون، يعني مثل ما بتعرفي طبعا وعندي برنامج معد ومسجل اسمه انت تستاهل على NBC موجود الان عند المحطه، ولست ادري متى سيتقرر عرض هذا البرنامج على شاشه NBC. غير ذلك انا اقوم بنشاطات اجتماعيه عديده في لبنان وفي العالم العربي، مش بس مؤتمرات وكذا، انما في نشاطات اجتماعية، نشاطات خيرية، وعم بقوم فيها بكل سعادة وبكل محبة. شكراً كثير، دائماً مبسوطين نشوفك ونسمع كل أخبارك. شكراً. Thank you for being with us at the second World Healthcare Congress Middle East. I must thank you. Thank you very much. شكراً. شكراً.